مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم من جديد مع دورتنا المميزة بالمحاضرة السادسة من مقاومة المواد والمقارنة ما بين الطريقة التحليلية والطريقة باستخدام برنامج السوليد ووركس. فاليوم راح نقدم الدرس السادس وراح يكون عندنا المحاضرة السادسة التمرين الخامس لحساب ردود الأفعال والعزم الناتج عن تأثير قوة موزعة بشكل مثلثي على جائز مثبط من طرف وحر من الطرف الآخر، وإيجاد الحل بالطريقة التحليلية عن طريق برنامج سوليد ووركس ونقارن النتائج. طبعا من شايفين الحمولة الموزعة، فنحن حمولة موزعة مثلثية، فنحن في عندنا قانون بالمثلثية نصف ضرب القاعد بالارتفاع، فنحن فينا نستفاد من هذا القانون أثناء دراستنا لحل المسألة. طيب شو هي المسألة؟ المطلوب حساب ردود الأفعال والعزم للجائز المبين بالشكل. إذا علمت أن طول الجائز L يساوي 1200 مليمتر ومثبت من أحد طرفيه بمسند ثابت وتؤثر عليه قوة موزعة بشكل متغير بشكل مثلثي Q تساوي 1000 نيوتن على متر وأن الأبعاد مبينة على الشكل. هلا هون نحن شايفين الأبعاد هي 40 ب90، وهون عندنا Q وعندنا طولة L. طيب حل التمرين، نستبدل القوة الموزعة بقوة مركزة مكافئة لها وتساوي مساحة المثلث، هاي ذكرناها ببداية المحاضرة وموضوعها هاي مهمة، 2/3 من طول الجائز بدءا من الصفر في منتصف الجائز وفق القانون التالي، قانون بيساوي QL على 2، وبنعوض بالقيم والقوة هي بالنيوتن، حيث دي هي بعد القوة F عن المسند D وبنحسب D. نرسم مخطط يبين ردود الأفعال والعزوم في المساند والناتج عن تأثير القوة المطبقة، هاي ردود الأفعال هون وهذا العزم. طبعا القوة F تحسب معنا من مجموع القوى سيجما اف بالنسبة لواي، فبيكون عنا اف واي بي ناقص اف يساوي الصفر، فنحن حسبنا الاف هون معناته الاف واي بي يساوي 600 نيوتن. بالنسبة للإكس مجموع القوى بالنسبة للمحور إكس يساوي الصفر، اف اكس بي يساوي الصفر، ارتحنا منه بقى. مجموع العزوم حول المسند بي بيساوي الصفر. طيب هون العزوم شو عندنا؟ الام باندينج بيساوي اف بي بي، ودي حسبناها، شو بقي عندنا؟ يطلع معنا العزم وهو بالنيوتن ضرب متر. هلا بننتقل لنحل المسألة باستخدام برنامج السوليد ووركس ونقارن النتائج. هلا نحن بنقوم برسم سكتش وبنقوم بتقييده بالأبعاد. أربعين، 90، بعدين بنقوم بإكسترود 1200 مليمتر، بنروح على سيميليشن وبناخد نيو ستادي، وبعدين بنعمل ستاتيك دراسة ستاتيكية ونعيد تسمية الدراسة. منضيف هلق المادة اللي هي خليط الحديد،
هلا بنضيف تثبيت هلا بنضيف قوة بنحددها كجائز بعدين ناخذ الحمولة الموزعة هذا مثل ما شايفين نحن هون في مصفوفة فينا نتحكم ببارامترات بهاي الطريقة نحن بنعملها مثلثية هذا بننتقل للمش وهيك بنكون حصلنا على النتائج نتمنى دعمكم بالاشتراك والفائدة تعم على الجميع نشوفكم بالدرس الجاي.